Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. وعلى غيرها من المبادرات التي تدخل في إطار التعريف لتاريخ وطني لا زال في حاجة إلى مزيد من الدراسة والعناية. ولا شك أن كل المواضيع التي تم الحديث في شأنها في هذه المؤسسة ستغني تاريخ المغرب وستكون مادة مهمة بالنسبة للمؤرخين. أود كذلك أن أشكر الدكتور منصوري الذي تعرفت على والده قبل أن أتعرف عليه، وهو من قدامى مناضلي حزب الشورى والاستقلال في سلا. وأذكر أنه بعد أحداث سوق الأربعاء الشهيرة تحول منزلهم إلى مستشفى لعشرات الجرحى وإلى مأوى لعشرات الفارغين من جحيم ما كان يعانيه عدد من الوطنيين في ذلك الزمان. أشكره على تدخله، كما أشكر الأستاذ الدفالي الذي أعتبره مختصاً أو اختصاصياً في تاريخ الحركة الوطنية مع تعمق في تاريخ الشورى والاستقلال. أشكره على كلماته وأشكره على النصائح التي تقدم بها. سأجد صعوبة في تناول الكلمة وفي تقديم الكتاب، ولا شك أنكم تشاطرون لذلك، فبعد العرض القيم لما يتضمنه الكتاب وبعد الملاحظات الدقيقة التي تقدم بها والقراءة التي تقدم بها الأستاذ المنصوري، سأكون مضطر إلى تغيير ما كنت قد قمت بإعداده في مداخلتي أمامكم. أولاً، هذا الكتاب هو وفاء لروح والدي الذي عشت إلى جانبه حوالي 60 سنة، وتابعت نشاطه وأنا لازلت طفلا إلى أن ودعته وأنا في 60 من عمري. فوفاء له تساءلت بعد 8 سنوات أو 7 سنوات عن وفاته، ما هي أحسن هدية يمكنني أن أقدمها له في الذكرى العاشرة لوفاته؟ وقد فكرت في البداية أن يكون ذلك يوما دراسيا أو ندوة يتعاقد خلالها المتدخلون حول شخصه وحول مؤلفاته وحول مسيرته، ووصلت في النهاية إلى أن أحسن شيء لابد أن يكون كتابا يحيا مدة طويلة ويلخص مسار هذا الرجل. وقد بدأت في البداية في قراءة المذكرات التي تركها، وأشاطر الرأي أن هذه المذكرات جزء هام كمادة خام ربما يمكن الاعتماد عليها لتأريخ لفترة معينة، ولكن وجدت أن من الصعب أن يقرأ الإنسان 11 كتابا، خاصة ونحن نعلم أن من طبيعة المغربية عدم القراءة إلا من رحم ربه، وأنتم تعرفوا أن إحصاءات الأخيرة يعني وضعت الإنسان المغربي في درجات جد متأخرة
إذ يبدو أننا لا نقرأ إلا دقيقتين في السنة. العربيك. فإذا أراد شخص أن يقرأ 11 كتابا فلا بد أن يعيش 11 قرنا. إذن أنا حاولت أن ألخص وأن أضع مجموعة من الجدادات تلخص الموضوع وتضع الأسئلة، ووصلت إلى اقتناع وهو أنه سيكون من الصعب أن أعتمد على ما كتبه الوالد دون أن أرجع إلى ما كتبه آخرون عاصروه وقاسموه نفس المواقف ونفس الأفكار ودخلوا معا إلى السجون. فإذا مذكراتهم ستهني من جهة وستجعلني أقارن في بعض الحالات التي كنت لا أصل إلى اقتناع شخصي بدقائق الأمور فيها. بدأ والدي في كتابة مذكراته وقد بلغ 70 سنة، وأظن أن التاريخ ربما يعيد نفسه في بعض اللحظات، لأنني بدأت في كتابة مذكراتي وقد بلغت 70 سنة. إذن بحثت عن مذكرات الوطنيين وفوجئت بأن عددا كبيرا من الذين ساهموا فعلا في الحركة الوطنية غابوا هكذا وسافروا ولم يتركوا أثرا، مع أن الشهادات التي كان من الممكن أن يتركوها لنا كانت تكون غنى قويا وإمكانات للمقارنة وإمكانات لتدقيق بعض الأمور، وأسفت على ذلك كثيرا وأخذت أبحث عما يفيدني من مذكرات، وبدأت بمذكرات سيدي بن الحسن الوزني وقرأتها هي الأخرى بكاملها وأخرجت منها عددا من الجدادات، وقلت هذان الرجلان ينتميان إلى نفس الاتجاه السياسي فقد يصعب أن أجد فيما بينهما خلافا في الحكاية أو القصة أو الأحداث أو دور الرجال، فبحثت في الضفة الأخرى وقرأت كتاب الزعيم علي الفاسي ومذكرات سيدي بوكر القادري ومذكرات عبد الهادي المطالب وكتاب عبد الهادي الشغيبي، وأخذت أجمع جدادات إضافية وأسئلة إضافية كانت تحرجني وتؤرقني، وأحاول دائما أن أجد مخرجا لمعرفة حقيقة ما جرى في الأمر. ثم وصلت إلى منبع آخر وهو التقارير التي كتبها المراقب المدني في مدينة سلا أو الرئيس الناحية العسكرية للرباط، وقد كانت سلطته تمتد حتى عرباوة، وبحثت فيها عما يمكن أن يضيفه إلى ما توفر لدي من الوثائق وما كنت أشعر به من الرغبة في تعميق البحث. هكذا إذن تراكمت لدي معلومات، انطلقت من فكرة أنني سأتحدث عن الوالد انطلاقا من مذكراته، وأنا أجد نفسي أمام مذكرات أخرى أضفت إليها كتابات في التاريخ وأساسا كتاب الأستاذ عبد الكريم غلاب، وهو من جزئين كبيرين حول تاريخ الحركة الوطنية، وتسربت إلى ما كتبه بعض المؤرخين الفرنسيين عن نفس الفترة، وبالتالي تراكمت لدي مجموعة كبيرة
من الوثائق ومن الحكايات ومن الجزئيات. لكن شخصية الوالد ظلت بالنسبة لي محورا أساسيا. عبر مساره التاريخي كنت أخرج عن الطريق السياري لأدخل إلى مواضيع أخرى ثم أعود إليها حتى أحافظ على نفس الاتجاه. وتوقفت عند محطة أعتبر أساسية في حياته غيرت من طبيعته. هو إنسان ولد في سلا وتلقى دراسته كما كان يتلقاها الناس في مسيد، وتلقى دراسة يمكن أن نقول ثانوية في المساجد في الدروس ما بين العشاءين وفي بعض الزوايا في الرباط وفي سلا، ورحل قليلا إلى القرويين في مناسبات غير كثيرة. إذن ظل هذا الرجل يعيش في مدينة صغيرة محافظة متدينة، عدد المساجد فيها بلغ 60 وعدد الزوايا بالعشرات. إذن في مفهومه في تكوينه ظل محافظا إلى حد ما. غير أن حجته الأولى سنة 1930 وهو ابن 20 سنة، تصوروا شخصا منذ 90 سنة سيسافر وحيدا إلى الحج، وكان والده هو الذي يعني بدأ الاستعداد للذهاب إلى الحج، ولكن الولد كان يلح على عائلته أن يرافق والده، ولما لم تكن هناك من الأموال ما يكفي تنازل الوالد لولده، وبذلك وجد الحاج أحمد نفسه يغادر الدار البيضاء لأول مرة، سيغادر المغرب ولأول مرة سيركب الباخرة وهو متجه إلى الشرق الذي كانت تصل منه أصداء ومجلات وأخبار وأسماء أعلام دون أن يكون بينهم اتصال. ويحكي أنه في الباخرة تعرف على أحد الأساتذة اللبنانيين المتخصصين في التاريخ، فحدثه عن تاريخ الأبيض المتوسط. لأول مرة سيعرف أن هناك حضارة يونانية وحضارة رومانية وحضارة فينيقية وحضارة فرعونية. لأول مرة سيعرف أن هذا الأبيض المتوسط فيه نزل الأنبياء وفيه كانت معالي كبيرة وفيه ضفته ضفة تسمى إداك بالنصرانية وضفة مسلمة. إذن كأنه دخل إلى مدرسة وتعلم الشيء الكثير وأخذ في تخزين هذه المعلومات. لكن الصدمة الثانية ستكون في لبنان في بيروت. سينزل في بيروت، سيجد عمارات، سيجد طرقات، سيجد أناسا يتكلمون بعربية ممتازة، لكن سيجد جرائد يومية وأسبوعية ومجلات بالعشرات. هو القادم من سلا التي لا توجد فيها عمارات ولا طرقات ولا جرائد. إذن هذا جعله يكتشف أن هناك وسائل أخرى للنضال من أجل بلوغ الهدف. سيزيد من هذا الاندهاش ومن هذه القوة أنه صادف أن اللبنانيين قاموا بإضراب. لأول مرة سيعرفوا الإضراب وكيف ينظم الإضراب. ولماذا الإضراب؟ لأن شركة الكهرباء أضافت نسبة مئوية إلى الثمن
فقرر اللبنانيون البيروتيين تلك الليلة أن لا يشعل أحد فيهم التيار الكهربائي، وباتت بيروت مظلمة إلا من شموع هنا وهنا. هذه اللكمة القوية أمامه، ظهر أنه هناك طرق أخرى للنضال، والإضراب جزء من النضال. وزاد ذلك حينما شبت مظاهرات كبيرة جدا الغرب مطالبة الشركة بالتراجع، فذهب في المظاهرة دون أن يتغلم، ولكنه كان يشعر وكأن شيئا في أحشائه يتغير، وكأن شيئا في ثقافته تغيرت. هذه الرحلة أظن طبعت الحاج أحمد وجعلته عندما يعود إلى مسقط رأسه يسارع إلى المطالبة بالصحافة وإلى المطالبة بالاحتجاج وإلى قيادة المظاهرات وإلى دخول السجن. وبذلك تحول من شاب ذي ثقافة دينية تقليدية محافظة إلى شاب مشاكس متظاهر محتج ويعني مندمج في تيار الحركة الوطنية. قبل ذلك لاحظت أن هذا الجيل الذي ينتمي إليه الحاج المعنينو لم يكن هو الجيل الأول الذي كان يئن ويحتج على الوضعية التي كان فيها المغرب وعلى انعدام المؤسسات وانعدام التجهيزات الأساسية وانعدام لا أقول ديمقراطية لأن الناس لم يكونوا في ذلك الزمان في بلادنا يفهمون الديمقراطية، ولكن على الأقل ألا تبقى الحياة هكذا معلقة مع مخزن عتيق متخلف منغلق لا يود الانفتاح. لذلك أعطيت بضع صفحات لثلاث شخصيات أظن أنها لعبت دورا مهما. الأول هو الناصري الذي ألف تاريخه المعروف بالاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى، وهذا الكتاب المؤلف من حسب الطباعة من عشرة من الكتب يعتبر مرجعا أساسيا لدراسة التاريخ، ورغم مروري 120 أو 130 سنة على صدوره لا زال إلى حد اليوم مرجعا أساسيا لكل شخص يريد أن يكتب التاريخ. والناصري لم يكتب التاريخ فقط، ولكنه وصف البيئة التي كان يعيش فيها في سلا وانتقدها، ووصف البيئة التي كان يعيش عليها المغرب وانتقد ذلك، ووصف البيئة التي كان عليها الجيش المغربي وانتقد ذلك. إذن كتابه تاريخ، ولكن فيه كذلك إثارة للانتباه لعدد من المشاكل التي كان يعاني منها المغرب. الشخصية الثانية هو عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد هو ابن محمد بن سعيد، وقد حكم معا كعاملين لسنة لمدة 50 سنة، وجاء بعدهما عائلة الصبيحي في شخصين وحكما 50 سنة، ومعنى أن سلا حكمتها عائلتان لمدة قرن من الزمن. إذن هذا الشخص بذكائه بذهابه إلى طنجة حيث كان خليفة لوزير الخارجية، كان يسمى مندوبا، باتصالاته مع القناص الموجودين في الرباط، فكر وأنتج يعني مذكرة إصلاحية، وأظن أنها أول مذكرة إصلاحية في تاريخ المغرب،
أنه دعا إلى إصلاح الإدارة وإصلاح الفلاحة وإصلاح المالية وإصلاح الجيش. إذن جاء بمجموعة من الاقتراحات وقدمها للمولاي عبد العزيز. الشخصية الثالثة وهو علي زنيبر. وعلي زنيبر هذا شخصية سلاوية ذهب إلى الحج ومكث في مصر سنين طويلة وعاش مخاض الذي كان يعيشه الشرق الأوسط. وعندما عاد حرر دستورا وهو ثاني مشروع دستوري في تاريخ المغرب. الأول كان قد نشر في إحدى الجرائد الصادرة في طنجة، وهذا هو ثاني مشروع للدستور في المغرب، وهو لا يتكلم على الإصلاح ولكن يتكلم أساسا على السلطة، السلطة التشريعية والبرلمان وكيف ينتخب والحكومة وكيف إذن أدخل شيئا غريبا جديدا على المجتمع المغربي. الأشخاص الثلاثة أردت العناية بهم للقول بأنهم ربما كونوا مع غيرهم بدون شك في مدن أخرى. أنا أهتم هنا بمدينة سلا أكثر مما أهتم بما يجري في مراكش أو فاس أو الدرديطة. إذن كونوا الطلائع الأولى لشخصيات عملت واجتهدت من أجل الإصلاح. بعد ذلك إذن سأعود دائما إلى الطريق السيار، وهو حياة الوالد، المراحل التي مر منها، و يعني المبادرات التي قام بها. لم يكن هو صاحب المبادرة، أنا لم أنسب في هذا الكتاب إلى والدي إلا مبادرة واحدة من بين 11 مبادرة وطنية، وحاولت أن أعطي الحق لمن اعتقدت بعد البحث أنه أجدر منه فيما يتعلق باتخاذ المبادرة. وفي هذا الشأن كان هناك الاحتفال بعيد العرش لأول مرة في التاريخ، وكان قبله قراءة اللطيف بعد صدور الظهير البربري المعروف، وكان هناك تأسيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وهي أول أو ثاني جمعية لما يسمى اليوم بالمجتمع المدني، وقد حصلت على يعني تقارير اجتماعاتها على مدى سنتين مكتوبة يعني تعكس يعني الثورة التي كانت داخل تلك الجمعية و أشخاص الذين كانوا يدبرون شؤونها. وبعد ذلك وصلت إلى المذكرة الأولى التي رفعت الحركة الوطنية إلى السلطان وإلى الإقامة العامة، وذلك سنة 1934. وهذه المذكرة عنونت بمطالب الشعب المغربي، وهذه المطالب لم تكن مطالب للإصلاح، كان فيها كذلك نوع من التخلص من الهيمنة الفرنسية، ولكن لم تكن تصل إلى مستوى المطالبة للاستقلال. وتساءلت من هو صاحب هذه الفكرة، ان واحد الوثيقه ما يمكنش واحد شي واحد جالس شي مجموعه قرار نديروا وثيقه ونقدموها للسلطان الفرنسيس والامريكان والانجليز، لا، لابد كان شيء هناك. واخذت ابحث، وبعد ذلك من هو الذي حررها، من هو الذي حرر الوثيقه، هذا يضع يعني لابد ان نبحث. ثم بعد ذلك هل حررت باللغة العربية أولاً وترجمت إلى الفرنسية حتى تقدم إلى الإقامة العامة، أو حررت باللغة الفرنسية ثم ترجمت إلى اللغة العربية حتى تقدم للسلطان، هذه إشكالية أخرى. ثم أين طبعت؟ نحن الآن في سنة 1934،
على المغرب ديال 34 على المغرب غتسالوا عنه كيف ما كيف كان 90% من الناس في الباديه وفي هذه الباديه 99% كلهم اميون وضعاف ومعزولين في الجبال حتى واحد ما تيعرفو مرحبا بالجبال مستقيم خير اللي تيعرف الكلام اذا هذه الوثيقه وضعت امامي مشكله ووجدت ان هناك تعارضا وان لا اريد ان اطيل عليكم لاحكي لكم كيف قال فلان بانه هو صاحب الفكره وكيف قال الاخر وكيف تم التحرير ومن تم التحرير وهذا راجع الى ان الذين شاركوا كثير منهم لم يتركوا اثرا لهذه المرحله المهمه التاريخيه ولكن ما استنتجته وأنه مباشرة بعد تقديم تلك الوثيقة وقع احتجاج قوي داخل الحركة الوطنية واعتبر البعض أنه همش رغم أنه هو صاحب المبادرة واعتبر البعض أنه لم يكن على علم بينما في الحركة الوطنية يجب أن تدور المعلومة لتؤجج ولتعبئ وبالتالي بعد سنتين ولم يجب السلطان ولم يجب المقيل العام ولم تقرر تقديم وثيقة أخرى اسمها المطالب المستعجلة للشعب المغربي إذا المطالب الأولى كانت مطالب الشعب المغربي الآن أصبحت مطالب مستعجلة وقبل تقديمها انعقد مؤتمر وهو أول مؤتمر كبير انعقد بالرباط في منزل مولاي أحمد الشرقاوي واجتمعت فيه كل الفرق وكل الحساسيات أولئك الذين ساهموا وأولئك الذين علموا وأولئك الذين احتجوا واتفقوا على هذه المطالب المستعجلة ورفعوها وقرروا في ذلك الاجتماع 1936 أن يدعموا المطالب بتجمعات تذكر الوالي احتجاجات بيروت ومظاهرات بيروت واعتصامات بيروت فألح على ضرورة أن تتحول التجمعات إلى مظاهرات أن يبدأ الناس في تجمع ويختموه بمظاهرة لأن المظاهرة ستستفز السلطة ستخرج القوات قد يكون هناك اصطدام قد يلقى القبض على بعض الناس إذا الخبر لن يظل محصورا في مدينة أو في منزل بل سيشيع في كل أنحاء المغرب وفعلا عقدت اجتماع في فاس ولم تخرج المظاهرة لكن في سلا خرجت المظاهرة ورفعت شعار حرية الصحافة والدي من بين الكلمات باللغة الفرنسية التي كان يحفظها ويرددها ليبرتي دو لا بريس وكان ما كان ودخل السجن وإلى ذلك من الأحداث التي أصفها في كتاب هذا الجانب الثاني في إطار طريق السيار لم يكن فقط الرجل مهتمان بالحياة النضالية الوطنية ولكنه كان أساسا رجل تعليم في سنة 1933 فتح مع مجموعة من زملائه في سلا أول مدرسة لا ثاني مدرسة حرة في زاوية بن عبيد وبعد ذلك بسلا وقع خصام مع بن عبود وانتقلت المدرسة إلى الزاوية القديرية بزناتا وكان يديرها في نفس الوقت أبو بكر القادري وأحمد معنين وكانت الصداقة بينهما بلغت درجة من القرب ومن الأخوة ومن الصداقة ومن التعارف ما كانت المدينة تتحدث عنه لكن في سنة 1937 سيقع انشقاق في الحركة الوطنية سيختار أبو بكر القادري على الفاسي والحزب الوطني وسيختار الحاج بن معين ومحمد بن حسن الغزالي والحركة القومية
وسيكون الطلاق بينهما طلاقا بالغا. هذا الطلاق سينعكس على المجتمع، سينعكس على المجتمع السلاوي. المجتمع السلاوي كان مؤثرا بالزوايا، لم تكن هناك احزاب ولا جمعيات، كان الدرقاويين والتيجانيين والكتانيين والحجيين، هذا هو التعطيل اللي كان. عندما جاءت الحركة الوطنية أصبح الحزبيون والقوميون، هذا تخطير آخر. سيلقى القبض في سنة 37 على عدد من قادة الحركة الوطنية، سيتم نفس محمد الحسن الوزاني وعلى الفارسي، ويصل سيلفى الوالد إلى شمال المملكة. في تلك السنة سيذهب إلى الحج، لأن ليغادر المغرب لابد أن يجد وسيلة، فادعى أنه سيذهب إلى الحج، وأخذ يحيي عدد من يعني اللقاءات الدينية في منزل والده حتى يتسرب الأمر إلى يعني المراقب المدني، لأن الرجل لم يعد له أي أثار ولا أي لقاء مع الحركة الوطنية، وسيحصل على باسبور للذهاب إلى الحج، وسيغتنم المناسبة وسينزل في مصر. لم يذهب هذه المرة إلى بيروت وإلى دمشق، وكان ذهب إلى مصر، وكانت مصر 39 في حالة غليان. كان هناك سعد زغلول، وكان هناك حزب الوفد، وكانت هناك انتخابات، وكان هناك دستور، وكانت ديمقراطية. الديمقراطية في مصر كانت عندما كانت الملكية، وعندما ذهبت الملكية وتم إسقاط مصر انتهت الديمقراطية، وأصبح الحزب الوحيد والرئيس الوحيد والخطاب الوحيد. إذن ذهب هو في إطار هذا النشاط الديمقراطي والصحافي، واشتغل هناك واجتمع مع سعد زغلول وخطب في بعض المنتديات، وذهب إلى الحج وأخذ يخطب في الحج، غير أنه استدعي وقيل له الرجاء عدم الخطابة أو الحديث في قضايا وطنية، أنت هنا في الحج، وإذا ما عدت إلى مرة أخرى فسنخرجك من الحجاز. وظل هناك، وكان يلقب بالحاج المنفي، لأن الناس يعتبرون كأنه في منفى، وعرضت عليه أن يذهب إلى اليمن، قصة طويلة وفيها جزئيات طريفة جدا، وإلى العراق وإلى سوريا. المهم في الأخير أخذه الناصري، وكان من أكبر الوطنيين المغاربة، ومنزله كان منزل اللقاءات في العشرينيات والثلاثينيات القرن، وحمله إلى تطوان. وصل إلى تطوان إذن في بداية 1938، ووجد أن تطوان مدينة مزدهرة، فيها صحافة وفيها أحزاب وفيها نشاط ثقافي وفيها أناس يعني حضاريون وأنيقون، ووجد أن المرأة هناك لها دور، واشتغل في التعليم. عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وأخذ في معهد مولاي المهدي في تطوان، وبعد ذلك ولظروف صحية انتقل إلى طنجة بعد أن خضع لعملية جراحية في تطوان لم تكن ناجحة، فقيل له اذهب إلى طنجة، فهناك أطباء دوليون يمكنهم. المهم ذهب إلى طنجة وأنشأ المدرسة الأولى والمدرسة الثانية والمدرسة الثالثة، وعاش هناك، وكانت الحرب العالمية الثانية، وبدأ أن الآفاق مغلقة، وأنه لا استقلال ولا هم يحزنون، وأن الاستعمار لا زال يعني له مستقبل كبير، وأن ألمانيا في طريق الانهزام. اقترح عليه بعض أصدقائه أن يتأهل وهو قد بلغ 40 من عمره، وقال له عمي الحال وبركة
تزوج حتى يلعاود جاب الله التيسير ورجعت رجعت ومرات وليدات. وهذا كان تزوج في طنجة ولم يكن لديه مال ليدفع صداقه فدفعه أحد أصدقائه وعندما مده إليه وضع يده هي السفلى وقال له خذ هذا الغلاف بيدك العليا وعندما سأشير إليك ستدفعه للعدول. وعاش في طنجة وولدت في طنجة وولد أخي في طنجة. وفي سنة 46 وقع العقد في ماي أبريل عاد محمد الحسن والزني عاد عند البسي عاد محمد يزيدي عاد كل الذين كانوا في منفى وعاد هو إلى بلده. ومرة أخرى العفو من مين؟ ها؟ سمعنا العفو من مين سبب؟ العفو من السلطات الفرنسية. عندما وصل الجنرال دوغول بعد انتصاره في الحرب العالمية الثانية قررت تخفيف الأوضاع في المستعمرات الفرنسية. ولتخفيف هذه الأوضاع سمح بعودة المنفيين، سمح بتأسيس الأحزاب، سمح بإخراج الصحف، سمح بالتجمعات، سمح بالسفر إلى فرنسا دون تعقيد، سمح بالتجول داخل المغرب دون مشاكل. إذن في هذا الإطار عاد الناس إلى مزاولة نشاطهم السياسي المعتاد. وفي يوليوز 1946 تأسس حزب الشورى والاستقلال في المؤتمر الوطني الأول الذي انعقد في الدار البيضاء. إذن هذه حكاية أردت أن أتقاسم معكم دون أن أضيف مراحل أخرى. بعد اختطاف محمد الخامس سيدخل السجن، سيمر أمام المحكمة العسكرية. أحكي قصة طريفة ما دام المؤرخون يقولون بأن الجزئيات لها دور في التاريخ. أخذني وعمي إلى المحكمة في محاولة للسلام على الوالد، ولا زلت أذكر أنه أدخلني إلى المحكمة الاستئناف، وهي التي يوجد فيها اليوم البرلمان، كانت محكمة. وإذا دخلتها من الخلف لحد اليوم هناك دهاليز تحتها تحت ذلك البرلمان محكمة. وأذكر أنه أراني على بعد ربما 30 مترا ولم تكن هناك أضواء. والدي وهو جالس على كرسي وأمامه يقف رجل درك فرنسي، وقال لي عمي اذهب وسلم عليه وعود. وسمح لي احد الحراس الفرنسيين الذين قال لعمي انه كان شيوعيا وكان ضد السياسه التي تنهجها البلاد. وتقدمت بخطى وانا مندهش من الظلام من الخوف من ذلك العسكري. وفي فترة من الفترات أخذت أجري في ذلك المظهر ورسميت على والدي وأخذت أبكي. وإذا به يدفعني ويلقيني أول مرة وآخر مرة تلقيت صفحة على خد والدي، وقال لي والدك في موقف الشرف فلا تبكي أمام الفرنسيين. هي قصة جزئية صغيرة ولكن الأطفال عادة ما يحتفظون بمثل هذه الذكريات. وجاء الاستقلال وجاءت معه المشاكل، وقد ذكر الإخوان بعد جزئياتها. وحرب حزب الشورى كما تعلمون، حرب من طرف الدولة ومن طرف الحزب ومن طرف الشرطة ومن طرف المخابرات، وتمت الاختطافات والاغتيالات والاعتقالات وحجز جريدة الرأي العام، ودفع الشوريون ثمنا غاليا. وفي الوقت الذي بدأت تتبلور فيه
ملامح خروج من ذلك الطوق الذي أحكم على الحزب. وحينما أخذ الناس يرددون الديمقراطية وينتشون بها بعد أن حاربوها، وبعدما أصبح الحمد لله المغاربة كلهم يطالبون بالدستور بعد أن كان الحزب هو الوحيد الذي يطالب بالدستور، وقع انشقاق. وهذا الانشقاق أخذ زبدة من قيادة حزب الشورى، انضمت إلى الحزب الذي ألفه المهدي البركة وهو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وربما أكثر حزنا شعر به الوالد هو حينما علم ليس فقط بانسحابهم وذهابهم، ولكن بقيامهم بجولات في أنحاء المغرب لتقسيم الفروع المحلية والجهوية والانضمام إلى هذا الحزب الوليد. ولم يغفر والدي لأولئك الذين انسحبوا. وأذكر أن الأستاذ عبد الهادي بن طالب عندما حضر لتأذين والدي بعد مرور 40 عاما على وفاته، وهو الذي لم يؤذن إلا 3 أشخاص في حياته إلى جانب الوالد، اعترف وقال: لم يغفر للحجر المعين طيلة حياته، رغم كل يعني التفسيرات وكل الاعتبارات وكل المسائل التي مرت في هذا المجال. وفي المجال كما قال الأستاذ تفالي كان مندفعا، وكان يبدو وكأنه عنيف في كلامه، ولكن الحقيقة وأن الرجل تغير في 30s من القرن الماضي، إذ لسعه عقرب وهو متوجه لضيافة مولاي عبد السلام بن مشيش، وحمل على بغلته وتعذب في الطريق، ولم يصل إلى تطوان إلا بعد أن قيل رحمه الله. لكن طبيبا إسبانيا سيظل صديقا له، وستظل صورته معلقة في بيت الوالد طيلة حياته، هو الذي أنقذه. لكن عندما استفاق تغيرت كتابته وتغير نطقه، ولم يعد يتمكن من الكلام بهدوء، لا بد أن يصيح دون أن يشعر بأنه يصيح. وبما أنه كان مشاكس، وقد كتبت عن ذلك وهو لا زال طفل صغير، سألت عنه وقيل لي كان مشاكسا يبكي بدون سبب ويصيح بدون سبب، هكذا ظل مشاكسا وعنيدا. ولكن شيئا واحدا ظل طيلة حياته وفيا له، وهي المبادئ التي اعتنقها منذ البداية، وهي مبادئ الديمقراطية ومبادئ التعددية ومبادئ الملكية الدستورية ومبادئ الأخوة الإسلامية. هذه المبادئ ظل وفيا لها حتى توقفت أنفاسه وهو يبلغ 97 سنة من حياته، عاشر خلالها 6 مدن، ولد في عهد مولاي عبد العزيز وتوفي في عهد محمد السادس. وكان قبل وفاته كلما صرته وطريح الفراش في بيت تحت أرضي عاش فيه 10 سنوات كأنه محط للسفيان مملوء بالكرتونات والكتب والوثائق والصور وإلى ذلك، كان يسألني: هل تزوج الملك؟ كنت أقول له: يا لطيف يا لطيف، أدعو له للزواج. كان يود وكأنه مسؤول، ولكن من غيرته الوطنية ومعرفته للتاريخ وتداعيات التاريخ وما كان يحدثه تحول الملك من ملك إلى ملك، كان يقول: يا ربي، يوم تزوج محمد السادس أخبرته قبل ذلك بيومين، إذ كنت
تشارك في الإعداد وفرح كثير. لكن بعد أسبوع بدأ يقول لي عليه أن يجد بسرعتي. أقول له أبا وش أنا أمشارك عند الملك القلوس. وشاءت الأقدار أن يلد محمد السادس. وكلمته هاتفيا وقال لي أجل بالدار قل هذه هذا فدأت وقلت له أنا سيدي سيدنا ونسره زيد عن دين. قال لي وماذا سمى؟ وعندما سماه بن حسن أخبرته وربما من آخر الابتسامات التي شاهدتها على وجهه أنه فارحة لأن محمد السادس سأجد صعوبة في التعبير ولكن الذين عاشوا في تلك الفترة كانوا يعلمون أشياء كثيرة لكن عندما اختار لابنه الحسن كان نوع من المصالحة بينه وبين الحسن الثاني وبين تاريخه وهكذا ذهب وهو فرح البال مطمئنا على أن بلاده بخير وستسير بخير وأن هذا الملك الشاب يحمل لواء دولة حكمت 4 قرون. أنا أود أن أشكركم وأتكلم هذه المناسبة لأعيد شكري إلى الأخت العزيزة حرية وإلى الأخوين دفالي والمنصوري وأن أعتذر إن أنا أطلت فلم أختار من المواضيع إلا ما اعتبرته شيقا ويثير الانتباه وأسمحكم إن تغلبت عاطفتي وسالت دموعي في بعض الأوقات فأنا لا أتحدث عن شخص آخر بل أتحدث عن والدي وأتذكره وأعزه وأشكركم على تزامكم. السلام عليكم.